اهلا وسهلا بحضراتكم. اسمحونا طبعا يعني نرحب بالدكتوره دينا حفني، وهي مؤسس ورئيس فريق صيدله التغذيه العلاجيه في مستشفى معهد ناصر. اهلا وسهلا بحضرتك دكتوره. اهلا وسهلا دكتور وائل. طبعا وبورد امريكي في التغذيه الاكلينيكيه، وزماله مصريه صح كده في المعلوماتيه الصحيه. اهلا وسهلا دكتوره. اهلا بحضرتك. ربنا يبارك في حضرتك يا فندم. طبعا احنا بنتكلم على النيوتريشنال فارماسي او الصيدله التغذيه اللي احنا اتكلمنا عنها، وقد ايه ان هذا التخصص هو تخصص مهم جدا جدا، موجود وورلد وايد، موجود في العالم كله، والصيادله هم متخصصين فيه من فتره من ما قبل الستينات. اسمح لنا يا فندم نعرف ايه دور الصيدلي التغذيه العلاجيه في مصر وبالتحديد في معهد ناصر. تمام، عشان نعرف دور الصيدلي كاخصائي تغذيه علاجيه، احنا ماشيين على الستاندرد الوورلد وايد زي ما حضرتك بتقول كده بالظبط، بمعنى ان انا عندي مدارس للتغذيه عالميه زي الاسبن، الجمعيه الامريكيه للتغذيه الوريديه والمعويه، حطيت لنا ستاندرد او معايير يقدر يمشي عليها الصيدلي او غيره عشان يشتغل تغذيه يشتغلها ازاي. تمام. فدور الصيدلي كاخصائي تغذيه علاجيه لو هو شغال جوه مستشفى او بيتعامل مع مريض اكلينيكي تحديدا، حاجات كتيره جدا تبتدي من اول ان هو بيتعمل اسسمنت للعيان او بيتعمل تقييم للحاله التغذويه بتاعه المريض اول ما بيدخل المستشفى، هل هو محتاج يتحط له خطه تغذيه علاجيه ولا لا، هل هو محتاج سبلمنت معين، يتحط له بلان معينه، البلان دي بنبتدي نتابعها كل يوم بعد ما بتتحط، استجابه المريض للبلان اللي اتحط دي عامله ازاي، هل بتحتاج تعديل يوميا او لا، هل نشيل منها حاجات او نزود عليها حاجات حسب الاستجابه او نغير فيها وهكذا. يعني معناها المقصود بها التغذيه هي التغذيه العاديه اللي بتيجي لاي مريض موجود في المستشفى كاكل نفسها؟ التغذيه بتتقسم ثلاث اقسام. اتفضلي يا فندم. الاورال او عن طريق الفم. تمام. ودي ممكن تبقى مجرد ان انا بعمل تعديل في نوعيه الاكل اللي بيطلع للعيان. تمام. او تبقى فورتيفايد، بمعنى ان انا بزودها بسبلمنت او بزودها ب مكملات غذائيه. مكملات غذائيه او نوعيات من الاكل اللي ليها قيمه غذائيه مرتفعه اكتر حسب الحاله المرضيه للمريض. يعني حضرتك بتقيسي مثلا نسبه الفيتامين، نسبه المعادن اللي هو عايزها، وبتحسبيها بشكل معادله يعني. لا خلينا نتكلم فيها بطريقه اوضح شويه، يعني انا مثلا لو عندي مريض كبد. تمام. مريض الكبد في بعض الاحيان بيحتاج لنسبه معينه من البروتين، فانا بديله غذاء معين من البروتين ده النسبه بتاعته على حسب وزنه على حسب حالته الصحيه بحيث ما يضرش المرض اللي هو موجود فيه. تمام. مرضى الخارجين من الجراحات عموما اللي بيحتاجوا ان احنا نعمل ووند هيلينج او نحسن حاله الجرح اللي موجود نتيجه الجراحه، المرضى دول بيحتاجوا لنسبه برضو معينه من البروتينات، بيحتاجوا نسبه معينه من المعادن علشان تحسن حاله الجرح اللي موجود عندهم. طيب. وهكذا. ده بالنسبه للاورال. طب الانواع الثانيه من التغذيه اللي ممكن اقدمها للعيان ايه؟ عندنا الانترال او التغذيه المعديه اللي هي عن طريق الانبوبه اللي بنسميها في المستشفيات. طب قبل الانواع الثانيه عايزين نعرف صناعه القرار بالنسبه للغذاء اللي بياخده مجموعه من الصيادله ولا بيبقى بناء على ايه؟ شغل التغذيه هو شغل تيم ورك، بمعنى ان احنا بنشتغل في مالتي ديسيبلينري تيم، يعني انا ما ينفعش اشتغل كصيدلي لوحدي كاخصائي تغذيه، لازم اكون بشتغل مع الطبيب المعالج ومع النيرس اللي موجوده او الممرضه اللي موجوده بتسؤول عن المريض. يعني كل حاله انا بروح اعمل لها اسسمنت في المستشفى لازم بكون بتواصل مع الطبيب بتاعها، اشرح لي بالظبط الحاله ايه التشخيص بتاعها، الحاله ايه مشكلتها، ايه المشاكل اللي ممكن تتعرض لها، هل هي ممكن تستجيب للحل اللي انا بقدمه ولا لا. لازم يكون في تعاون يعني ما بين في علم وفي طبعاً. اختصاص وفي طبعاً. تيم ورك. طب احنا اكيد حاليا في زمن الكورونا عايزين نعرف برضو ايه الاغذيه اللي تهم الناس في حاله تقويه المناعه. احنا في زمن الكورونا ده احنا بنتكلم فيها في شقين، هل احنا واحنا في العزل في البيت واحنا قاعدين في البيت بس كده عازلين نفسنا عن الاختلاط فبنقوي المناعه بتاعتنا عشان ما يحصل لناش اصابه، او عشان لا قدر الله لو حصل اصابه يبقى جهاز المناعه بتاعنا قوي يقدر يقاوم الفيروس اللي داخل. تمام. الجزء الثاني لو حصلت اصابه والمريض دخل المستشفى وبقى مريض رعايه مركزه او اتحط تحت الميكانيكال فنتليتور او جهاز التنفس الصناعي، ده ليه طريقه في التغذيه وده ليه طريقه ثانيه مختلفه خالص. عشان نقوي جهاز المناعه لازم نمشي على اسلوب حياه صحي المتعارف عليه اللي هو احنا بناخد كل الاغذيه اللي ممكن تقوي المناعه بتاعتنا، فيها بقى كل الفيتامينات وفيها المعادن والتريس اليمنتس اللي الجسم يكون بيحتاجها، وده موجود زي ما احنا عارفين في الهيلثي لايف ستايل. عايزين نبسطها يعني. تمام. يعني تقدري تقولي لنا كده ايه شوية ممكن تيبس. بالظبط كده شويه تيبس. بالظبط اتفضلي. الحقيقه الدبليو اتش او نزلت بوشور كده مختصر في خلاصه الكلام ده، قالت مثلا ان احنا ناكل اكتر من الخضروات والفواكه،
نحط 5 حصص من الخضروات وحوالي 4 من الفواكه في خلال اليوم. نميل اكتر للخضروات اللي هي لونها غامق شويه، يعني الوان مختلفه، الاحمر والاصفر والالوان الخضراء كتيره، فيها فيتامينات بقى اكتر من الاي والسي والاي. كل الحاجات دي مهمه جدا لجهاز المناعه، بتقويه جدا. ناخد كمان من الحبوب الكامله، نبعد شويه عن السكر وعن الملح. ناخد كمان الدهون المفيده اللي موجوده في المكسرات، اللي موجوده في الزيوت النباتيه بشكل اكتر. الميه من الحاجات الاساسيه المهمه جدا، حتى كمان الناس اللي مش بتشرب ميه قوي سمحوا لهم ان هم ياخدوا شاي او قهوه بعدد معين عشان ما نزودش جرعه الكافيين خلال اليوم، برضو من غير سكر. وهكذا نقلل بس استهلاكنا من السكر ومن الملح. الحركه، النشاط الرياضي من الحاجات المهمه جدا لجهاز المناعه. مع التغذيه السليمه والنشاط الرياضي ده من احسن الحاجات اللي بتقوي جهاز المناعه. طيب ده يخلينا نروح لحته، طبعا احنا في رمضان دلوقتي وفي مرضى قلب ومرضى سكر وضغط والعصاير بتاعت رمضان المعروفه اللي احنا كلنا بنشربها في بيوتنا. هل الحته بقى الصيدلانيه، حته الدواء نفسه، هل في بعض الادويه ممكن تتاثر بهذه العصاير؟ زي العرقسوس، زي التمر الهندي، زي الحاجات اللي هي ممكن تاثر على مرضى الضغط او تاثر على مرضى السكر؟ العرقسوس تحديدا هياثر على مريض الضغط 100%، هياثر على مريض الضغط لان هو بيعمل ووتر ريتنشن او بيعمل احتباس للميه في الجسم. فاحتباس الميه ده بيزود حجم الميه جوه الجسم فبيؤدي لارتفاع الضغط. تمام. فمرضى الضغط ما بنصحهمش ابدا ان هم يشربوا عرقسوس. تمام. مريض السكر طبعا بيبعد عن عصاير رمضان علشان نسبه السكر العاليه جدا اللي موجوده فيها. كويس. ونستبدلها بالفاكهه الطبيعيه بالنسب المتعارف عليها. حتى لو اتعمل عصير. الفاكهه كفاكهه كثمره. تمام. ان انا اكلها احسن بكتير من ان انا اشربها عصير، حتى لو كان العصير ده خالي من السكر. انا قصدي حتى احنا هنعمل عصير بس من غير ما نحط فيه سكر. ايه رايك؟ تمام تمام. بس المفضل ان انا اخد الفاكهه كثمره، لان انا لما باخدها في العصير بخسر نسبه الالياف اللي موجوده فيها. اوكي. مريض السكر بيحتاج الالياف دي لانها بتساعد على انتظام سكر الدم. تمام. طيب اخيرا انا كصيدلي دلوقتي وعايز ابقى زي حضرتك كده كنموذج محترم وجميل كده، احنا عايز ابقى صيدلي تغذيه، اعمل ايه؟ لازم الدراسه. كويس. احنا طول الوقت بندرس، احنا طول الوقت بنقرا وبنتابع الجايد لاينز بتقول ايه، وبنتابع احنا وورلد وايد واصلين لحد فين. لازم الدراسه باستمرار. هي. اولا لازم تبقى في شهاده معتمده للتغذيه. الشهادات المعتمده دلوقتي حتى لو ما كانتش انترناشونال، ما كانش البورد الامريكي، فاحنا عندنا شهادات بقت موجوده دلوقتي في مصر في الجامعات الحكوميه، دبلومات متخصصه في التغذيه. جميله جدا يا دكتوره دينا. طبعا انه حاجه مشرفه انه ممكن يبقى في صيادله في قطاع مهم جدا، يخش في قطاع مهم جدا. وانت النهارده شرفتينا جدا. شكرا شكرا جزيلا. شكرا على المعلومات القيمه. شكرا جزيلا. ونقدر نقول انه الالياف، التغذية العلاجية محتاجة اهتمام بالخضروات الفواكه، وزي ما الدكتورة قالت ده كله من أجل زيادة المناعة. وشكرا لكم. نرجع نطلع فاصل ونرجع بعد فاصل صغير.